بتمويل كويتي وضع وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح وضع حجر الأساس لمشروعي ميسون الجاسم التعليمي ومدرسة إنسان واحد الأساسية الثانوية. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. وضع وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح حجر الأساس لمشروعي ميسون الجاسم التعليمية ومدرسة إنسان واحد في مديرية المدينة والوادية بتمويل وإشراف جمعية إنسان الخيرية الكويتية وتنفيذ مؤسسة كافل الإنسانية للتنمية الخيرية وبتكلفة إجمالية 1,000,000 ريال سعودية. الوكيل مفتاح شهد بالمشاريع المستدامة المقدمة من قبل الشقاء في دولة الكويت والتي تسمى في التخفيف من معاناة النازحين والمجتمع المضيف. حقيقة هذه المشاريع الإنسانية الكويت إلى جانبكم والمقدمة من دولة الكويت هي مشاريع تنموية مستدامة تقدم تخفيف المعاناة على الطلاب وعلى الأهالي. أتمنى من المقيمين على المشروع حسن جودة العمل وسرعة التنفيذ، كون هناك عدد كبير من الطلاب خارج المدارس. وفي الأخير نشكر دولة الكويت شعبا وحكومة الكويت إلى جانبكم لما يقدموه من مشاريع خيرية، وخص بالذكر جمعية إنسان الخيرية وأيضا تكافل جمعية تكافل التي هي تشرف وتبحث على تمويل لمثل هذه المشاريع الإنسانية، إلى جانب آخر تم تدشين عمل مدرسة إنسان في منطقة الصمدة، هذه المنطقة التي أيضا يتواجد بها عدد كبير من النازحين. هذه المشاريع تكلفتها الإجمالية أكثر من 1,000,000 ريال سعودي. مدير عام الوحدة التنفيذية سيف مثنى وغالب ظفري مؤسسة كافل الإنسانية ثمن الدعم السخي المقدم من دولة الكويت لقطاع التربية والتعليم والمجالات المختلفة. بداية نشكر أشقائنا في دولة الكويت ملكا وحكومة وشعبا على ما يقدمونه من تخفيف من معاناة النازحين في محافظة مأرب، ونشكر كل الجهات المولة لمثل هذه المشاريع التي تعتبر من أهم المشاريع التنموية التي تخفف من معاناة النازحين في كل المجالات الأساسية في محافظة مأرب. حضر وضع حق الأساس مدير عام الأوقاف والإرشاد حسن الغبيسية وأنا مدير عام مكتب التربية والتعليم عبد العزيز الباكري. مشاريع التنمية المستدامة والخدمات الإنسانية القليلة المقدمة من قبل الشقاء في دولة الكويت يلمس خيرها ويستفيد منها أبناء الشعب اليمني في كل أرجاء الوطن. لقناة عدن الفضائية محمد القداسي محافظة مأرب.